تواصل مديرية الصحة بأسوان تقديم خدماتها من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بالمحافظة، حيث خضع 140 ألف طالب للكشف. وتهدف الحملة لفحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول والوزن للتأكد من عدم وجود أي أمراض خاصة بالتقزم أو أمراض السمنة وسوء التغذية. وفي حالة وجود أي أمراض يتم توجيه الطالب للزائرة الصحية التي تساعدهم في الذهاب للتأمين الصحي لتلقي العلاج ومتابعة الحالة الصحية لهم طوال فترة العلاج. المبادرة تأتي ضمن أعمال مبادرة 100 مليون صحة اللي أطلقتها رئاسة الجمهورية للحفاظ على صحة المصريين في جميع الفئات، وواحدة من المبادرات المهمة لأن هي المستهدف بتاعها الوقاية من المرض قبل ظهوره واكتشافه في مرحلة مبكرة، فبالتالي يمكن سرعة علاجه. طبعا المستهدف في الخطة كل المدارس المرحلة الابتدائية، المبادرة دي بدأت من العام القادم وإحنا غطينا عدد كبير من مدارس المرحلة الابتدائية، والسنة دي بيتم إكمال ما تبقى من مدارس المرحلة الابتدائية.